تحية لكم مشاهدينا الكرام. إذن بالأمس تم إطلاق عملية عسكرية من قبل الجيش الوطني في محافظة صعدة، أطلق عملية واسعة لتحرير مديرية رازح شمالي غرب المحافظة من ميليشيا الحوثي الإيرانية. في هذه الحلقة مشاهدينا الكرام من حديثنا المسائي سوف نتوقف عند هذه العملية وهذه المعركة ونتساءل عن توقيتها وأيضا أهدافها، وكذلك هل سوف تستمر هذه العملية لتحرير كامل محافظة صعدة، وربما أيضا نتساءل هنا ما علاقة إطلاق هذه العملية بالتغيرات العسكرية داخل المؤسسة العسكرية السعودية. هذه الأسئلة وغيرها سوف أطرحها على ضيوفي في حلقة الليلة، وأيضا على ضيفي هنا في الاستوديو السيد عادل دشيلة الكاتب والباحث المعروف. نرحب بك سيد عادل معنا. إذا سوف نتحدث أكثر عن تفاصيل هذه العملية بمعيتك، ولكن مشاهدي الكرام سنذهب لمتابعة هذا التقرير في البداية ونعود للبدء في الحوار. في تطور لافت ربما يعكس توجها نحو صعدة، أطلقت قوات الجيش الوطني بمحافظة صعدة عملية عسكرية واسعة، قالت إنها لتحرير مديرية رازح التي تعد عمقا حدوديا للمملكة ومدخلا جغرافيا للوصول إلى معقل زعيم جماعة الحوثي الانقلابية. المعركة انطلقت أمس الأحد بمشاركة اللواءين السادس والسابع حرس حدود، وبإسناد من قوات التحالف العربي وتحديدا بإسناد سعودي، حيث تبدو معركتها بدرجة أساسية بعكس الإمارات الشريك الأبرز للسعودية في التحالف والتي لا ترى في سيطرة الحوثية على صعدة وشمال البلاد تهديدا لها وتعكف لبسط السيطرة على الموانئ والسواحل جنوبا وغربا وفي الشرق، مستغلة حاجة السعودية لها في المرحلة الراهنة. إطلاق معركة رازح جاء أيضا عقب أيام من التغييرات التي أعادت هيكلة قيادة وزارة الدفاع السعودية واعتبرتها تقارير غربية وثيقة الصلة بالحرب على ميليشيا الحوثي في اليمن. ذلك فتح باب التساؤل عما إذا كانت تأتي ضمن خطة عسكرية للتوجه نحو معركة تحرير صعدة وفصلها عسكريا عن صنعاء وإسقاط الحوثي في معقله، ومن ثم سلوك قوات الجيش الوطني ذات الطريق الذي سلكه الحوثي نحو صنعاء. وصعدة هي المحافظة اليمنية الملاصقة للسعودية ومعقل الحوثيين وموطن ميليشيات الجماعة ومنطقة النفوذ الإيراني التي تريد إيران من خلالها التواجد على حدود السعودية ضمن خطة طهران لتطويق المملكة بما يشكل ذلك من خطر كبير عليها. وقد أثبت تقرير فريق خبراء الأمم المتحدة أن أغلب الصواريخ التي استهدفت السعودية وعاصمتها ومدنها كانت تنطلق من صعدة، كما أنها باتت مستودعاً ضخماً للسلاح يضم معامل ومصانع للمتفجرات والذخيرة ولتطوير الأسلحة. ويقول خبراء عسكريون إن أي نجاح لمعركة رازح سيرتبط ليس بتحرير المديرية وخلق منطقة عازلة لحماية الحدود السعودية فقط، وإنما باستمرار العمليات العسكرية نحو مديريات شذا وغمر والتقدم نحو معقل عبد الملك الحوثي باتجاه مناطق ضحيان وحيدان ومران. وفي حال نجحت قوات الشرعية والتحالف بالتقدم صوب معقل جماعة الحوثي فستستخدم نتائجها اليمن والسعودية على المدى الاستراتيجي، كون ميليشيا الحوثي تشكل مصدر أغلب المخاطر التي تهدد السعودية جنوباً. نرحب بكم مجددا مشاهدينا الكرام. إذن حلقتنا لهذه الليلة من حديث المساء نتحدث عن هذه العملية العسكرية التي تم إطلاقها في مديرية رازح بمعية السيد عادل دشيلة. سيد عادل، تابعنا التقرير وكثير ربما من النقاط والأهداف لهذه الحملة. بداية، أنت كيف تنظر إلى هذه المعركة وهذه العملية التي انطلقت بالأمس؟ ربما قبل أسابيع تم الحديث أنه سيتم إطلاق عملية لتحرير مناطق في محافظة صعدة، وبالأمس تم إطلاق هذه العملية. هل فعلا هناك توجه لتحرير المحافظة بالكامل، أو كما ذكر التقرير وكثير ربما أيضا من المراقبين والمحللين يرون أن فقط هدف العملية أنه خلق منطقة عازلة ربما للمملكة العربية السعودية؟ بسم الله الرحمن الرحيم. أولا تحية لك والمشاهدين الكرام. تحرير محافظة صعدة هو أصبح اليوم في الأمر الواقع هو ضرورة، لأن منطقة محافظة صعدة تعتبر المعقل التاريخي
وأيضا المعقل العسكري لجماعة الحوثي. هناك عدة أهداف، وأيضا السعودية لا ننسى أنها تدخلت في بداية عاصفة الحزم لحماية أمنها القومي، ولها حدود جغرافية يعني متاخمة لجبال محافظة صعدة، وهناك جبال وعرة، وأيضا يتم استهداف المحافظات المجاورة، المحافظات الجنوبية للسعودية من جبال صعدة. وبالتالي هناك يعني هناك السعودية أولا وأخيرا الهدف الأول واضح، وهو حفظ أمنها القومي يعني في حدودها الجنوبية مع محافظة صعدة. وثانيا هناك خطط عسكرية لا نعرف كيف هذه الخطط التي يسيرها التحالف مع بالتعاون مع الجيش اليمني، لكن الآن نحن نعرف جيدا أن صعدة وجبال رازح ومران هذه المناطق بها الكثير من الأنفاق وبها أسلحة مخزنة منذ العام 2004 وما قبل العام 2004. وبالتالي إذا تم تحرير محافظة صعدة، معنى ذلك هو دق الميليشيات الإنقلابية في معقلها السياسي والعسكري. ولذلك هناك يعني عدة، ليس هناك يعني هذه العملية فحسب، ولكن هناك عمليات أخرى. ولكن ينبغي ألا ننسى بأن محافظة صعدة الآن محاطة بسياج أمني، محاطة بألغام ومتفجرات، والسعودية أولا وأخيرا تريد أن تؤمن هذا الشريط الحدودي مع صعدة. وأيضا لكن على السعوديون أن يعوا جيدا يعني محافظة صعدة هي محافظة وعرة، وهناك يعني مناطق أخرى الآن، المنطقة التي ما بين الجوف يعني وكتاف، منطقة كتاف سلسلة جبلية وعرة، حتى لو قاتلوا لسنين لن يصلوا إلى محافظة صعدة. هناك أماكن أخرى ينبغي أن هناك لدينا أكثر من معركة، أكثر من جبهة. صعدة الآن إذا أراد التحالف أن يحرر صعدة فلن يتحرر عبر يعني المعارك الطاحنة في الجبال، ولكن عبر محاصرتها، حصار محافظة صعدة. لدينا مثلا على سبيل المثال في 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 شرق يعني الشرق او غرب الجوف، ما بين منطقة سفيان التابعة لمحافظة عمران، وايضا ما بين وايضا حدودها مع الجوف، عليهم ان يقطعوا الخط 15 كيلو الان ما بين المقاومة، ما بين الجيش اليمني ومنطقة سفيان. اقطعوا الخط على محافظة صعدة ما بين صعدة ومحافظة عمران، ايضا اقطعوا الامداد ما بين الجوف وصعدة، اقطعوا عليهم الامداد ما بين حرض والمناطق المجاورة يعني شرق حرض، ما في لا أذكر اسم المنطقة. فالعملية العسكرية أولا واحد، قد ربما أن يكون هناك خطة لمهاجمة صعدة يعني، وهذا غير مستبعد، وهناك أكثر من جبهة. الشيء الثاني، هناك تريد المملكة العربية السعودية أن يكون هناك منطقة عازلة بينها وبين محافظة صعدة. أيضا يريد أن لأن أغلب الأسلحة المتواجدة، لأن جماعة الحوثي هربت الأسلحة يعني من المحافظات الأخرى، نهبت أسلحة الحرس الجمهوري، نهبت أسلحة معسكر القشيبي، نهبت أكثر من أسلحة. وبالتالي التحالف يركز على محافظة صعدة لأهداف أمنية، وأيضا يريد أن يهزموا جماعة الحوثي. أما بالنسبة للخطة فهي يعني كما تحدثت، ربما هناك أهداف أيضا يعني للتحالف من ضمنها المملكة العربية السعودية لحماية كما ذكرت يعني أمنها القومي. طب هل تأخرت هذه المعركة وإطلاق هذه المعركة يعني من بداية عاصفة الحزم؟ ألم يكن لهم هذه الاستراتيجية والخطة، أنه معروف معقل الميليشيا هي صعدة وهذه المناطق يعني متواجدة في المحافظة بمديريتها المختلفة، هل باعتقادك تأخر هذا الموضوع؟ يعني الآن انتظروا إلى هذه اللحظة، وكما تحدث يعني المنطقة كلها عبارة عن أنفاق ومتروسة بالأسلحة وبالصواريخ، وكما تحدث التقرير يعني لجنة الخبراء تحدثت أنه الصواريخ تأتي من صعدة، فبالتالي هل هناك تأخر بإطلاق هذه العملية حتى الآن؟ يعني لماذا انتظروا حتى الآن حتى يطلقوا هذه العملية؟ طبعا هناك تقييم شامل في وزارة الدفاع السعودية، هناك يعني جرى مؤخرا تغيير يعني رئيس هيئة الأركان وما يسمى بالدفاع الجوي، صحيح. وشخصيات يعني جرى تغييرها في الأيام القليلة الماضية. نعم. وبالتالي تأخرت المعركة أختي الكريمة، نحن الآن هناك أهداف يعني قد ربما غير معلنة، وبالتالي تأخر الحسم في اليمن كامل وليس في محافظة صعدة، صحيح. لدينا أكثر من محافظة، نريد التحالف العربي أن يكون صادقا في أهدافه التي جاء من أجلها. لدينا الآن جبهة تهامة، اقطعوا الإمداد على هذه الميليشيات في الحديدة، اقطعوا الإمداد على هذه الميليشيات ما بين صنعاء وعمران، اقطعوا عليها الامداد في المناطق الاخرى. هناك نحن نعرف ان الجيش اليمني هو جيش بدائي، فكك الحوثي منظومه الجيش اليمني، وفكك يعني الحرس الجمهوري، وفكك كل المعسكرات الدوله، والدوله يعني الحكومه اليمنيه هي دوله ضعيفه، وبدات بتاسيس جيش يعني بسيط، وقد ربما ان نصفه بجيش شعبي، ليس جيش يعني مدرب عسكريا. القياده العسكريه يعني قام الحوثي بسجنها، ومنهم من اخرجهم. وهناك لدينا اكثر من معركه، نريد صدق التحالف العربي معنا في هذه القضيه. هناك يعني على ذكر
المعارك وعلى ذكر الجبهات المفتوحة والآن لم يتم الحسم فيها، معركة تعز يعني قبل شهر تقريبا تم إطلاق هذه العملية وأنه سيكون هناك ربما نجاحات. الآن يشكو هناك الجيش الوطني والمقاومة من نقص العتاد والأسلحة هناك، ونلاحظ أنه في كل فترة وفترة هناك فتح جبهة ولا يتم ربما الاستمرار بها. لذلك نحن في هذه الحلقة نتساءل سيد عادل، يعني هل هناك نية يعني للاستمرار بهذه العملية من خلال يعني قراءتك للأحداث وهذه الجبهات ومن خلال متابعتك، هل باعتقادك أنه الآن النية صادقة أنه يتم تحرير المحافظة بالكامل من قبل التحالف؟ قال خبير روسي عسكري ماذا قال؟ قال الجيش الوطني اليمني يستطيع أن يحرر أرضه في أقرب وقت ممكن. ولكن ماذا تتوقع من جيش أن يقطع عنه الإمداد وأن يقطع عنه المرتبات لأشهر؟ ماذا تتوقع؟ يعني جماعة الحوثي لماذا استمرت حتى هذه اللحظة؟ لأن جماعة الحوثي تهتم بأبناء بالمقاتلين أكثر مما تهتم، وبالتالي هي الآن تدعم المقاتلين أكثر مما تدعم موظفو الدولة يعني في المؤسسات المدنية. لكن للأسف التحالف العربي لا نعرف ما الذي يريد، ولا نعرف الأهداف التي يعني يتطلع إلى تحقيقها. يعني في المعلن أن هناك يعني جاء التحالف العربي لنصرة الحكومة الشرعية وجاء لاسترداد شرعية يمنية مغتصبة من قبل ميليشيات مسلحة، ولكن إذا صدق التحالف العربي فالانتصار سيكون على الأرض. نريد من التحالف العربي أولاً واحد دعم الجيش الوطني الشرعي بالسلاح الثقيل على الأرض، ثانياً يعني تزويد يعني مساعدة الحكومة اليمنية في أن تقوم يعني بواجبتها الوطنية تجاه الجيش الوطني وتسليم مرتبات الجيش بصورة منتظمة، يعني أيضاً دعم يعني أن لا يفتحوا لنا جبهة مثلاً فتحوا جبهة تعز يعني أمد أسبوع وغلقوها، فتحوا جبهة تهامة وغلقوها، افتحوا جبهة واحدة ثم استمروا فيها وسيتحقق يعني، وهذا يعني المعول يعني لأنه فتح جبهات كثيرة وكذا واستنزاف وعدم حسم بها أيضا هذا يضر بسير المعارك في أكثر من جبهة. سيد عادل دعني الآن نشرك معنا مراسلنا من صعدة أسامة فراج، نرحب بك أسامة. مساء الخير أسامة. إذا تم بالأمس إطلاق هذه العملية العسكرية، يعني نريد من خلال تواجدك الميداني أسامة يعني الآن أين تدور المعارك؟ ماذا أسفر عن يعني نتائج لهذه المعارك التي دارت بالأمس، وهل هي مستمرة لليوم؟ ضعنا في صورة الأحداث والمعارك الميدانية. منطقة الجيش الوطني في محور رازح أطلقت عملية عسكرية واسعة لإسناد ودعم لوجستي مكثف من قبل التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية. نحن في طاقم من الشباب رافقنا قوات الجيش خلال هذه العملية منذ ساعات انطلاقها الأولى، وسنعمل على تغطيتها من خلال شاشة من شباب خلال الساعات القادمة بإذن الله. العملية انطلقت وحققت أهدافها المرحلية بحسب مصدر عسكري في الفاء السابع حرس حدود. تمثل هذا التقدم بالسيطرة بشكل كامل على جبل الحدرة وعلى مرتفعات وسلاسل جبلية كبيرة مهمة واستراتيجية، كذلك السيطرة على جبل الأزهور والذي من خلاله تسيطر قوات الشرعية فترة إيرانية على مركز مديرية رازح. الهدف الذي هو انطلقت هذه العملية أساسا للوصول إلى مركز مديرية رازح وتحريرها. قوات الجيش تسعى بخطى ثابته باسناد من قوات التحالف العربي معارك مثلها تدور. يعني الان اسامه المعارك ما زالت مستمره الان، وكما تحدثت يعني هل هم على مقربه من مركز مديريه رازح؟ بالتاكيد تفصل قوات اللواء السابع والسادس حرس حدود الذي تتمركز في هذا المحور قرابه 4 كيلو متر فقط عن مركز مديريه رازح، والمعارك لا زالت مستمره لليوم الثاني على التوالي بحسب حديث لاركان حرب اللواء السابع حرس حدود العنتر محمود بن هشام بان العمليه لن تتوقف حتى تحقيق اهدافها. وهناك ايضا جبهه رابعه فتحت تم يصفى عنها بعد ستسرع وستساهم في تضييق على عناصر الميليشيا قاتلهم الرئيسي صعده. عفوا اسامه، ما هي الجبهه الرابعه التي فتحت؟ لم تفصح القيادات العسكريه عن هذه الجبهه، وصلنا الى معلومات نفادها على ان هناك جبهه انطلقت بدعم من التحالف العربي من شانها اسراع في عمليه التحرير وتضييق القناة على ميليشيا الحوثي سواء في ميليشيا سيده او غمر او قازع.
جميل، يعني الآن يعني كما فهمت من كلامك أسامة، الآن يجري ربما تطويق ومحاصرة الميليشيا في معقلهم. الآن من خلال تواجدك أنت في الميدان أسامة، كيف تنظر ربما إلى استعدادات الجيش الوطني والمقاومة؟ هل الاستعدادات ربما اللوجستية أيضا، ربما العتاد وهذا كلها، يعني الجيش الوطني معد له إعداد يعني جيد؟ كيف ترى أنت ذلك؟ بحسب المعطيات الميدانية هناك دعم وإسناد كبير من قبل التحالف العربي، سواء بالعتاد أو المعدات التي منحت قوات الجيش من أجل تسهيل المهمة والإسراع في ذلك. كذلك قوات السادس والسابع حرس حدود تم تدريبها بشكل جيد داخل الأراضي الاستراتيجية على أيدي مدربين، تم تدريبهم من أجل التغلب على الطبيعة الجغرافية الوعرة التي تتمثل بها مدينة رازح تحديداً، حيث هنا جبال شاهقة ومنحدرات خطيرة، لكن قوات الجيش دربت وأهلت في هذا الصراط. جميل، يعني ربما في هذه النقطة سهل من مهمتهم. نعم، في هذه النقطة تقريبا أسامة كنت أريد أن أسألك، يعني هناك تحديات ربما عسكرية كما تحدثت، يعني المنطقة جدا وعرة وهناك سلاسل جبلية موجودة، الآن كيف يعني سوف يتغلب الجيش الوطني على كل ذلك؟ ولا ننسى أيضا أنه هذه المناطق كلها يعني تعتبر يعني مناطق للميليشيا ومعقلها، فبالتالي هل يشكل ذلك تحدي كبير أمام المقاومة والجيش الوطني؟ بالتأكيد بالتأكيد، الميليشيا تستميت في الدفاع عن معقلها عن رازح التي من خلاله ستصل قوات شرعية إلى منطقة مران، لكن إرادة وصلابة وعزيمة قوات الجيش الوطني تتغلب على كل تلك الصعاب. أيضا التحالف العربي بشكل الاستطلاع والحربي يشارك في دفع حصول ومواقع عناصر الميليشيا، الميليشيا تعمل على تمويه تحصيناتها وأدواتها ومعداتها العسكرية، هي أن التحليق المكثف لطائرات الاستطلاع تكشف تلك التحصينات وتعمل على استهدافها في جحورها. بحسب مصدر عسكري تم قتل قرابة 7 قيادات ميدانية خلال اليومين الماضيين، لم نحصل على تفاصيل بعد عن أسمائهم وصفاتهم، إلا أنهم قيادات ميليشياوية كبيرة في جبهة رازح. نعمل على البحث عن تفاصيل تلك الضربة، طبعا هي غارة جوية استهدفت أحد المواقع والتحصينات في جبل الزهور. المعلومات الأولية تشير أن مقتل قرابة 7 من عناصرهم بينهم قائد ميداني كبير في جبهة رازح. نعم، إذا هناك كما تحدثت خسائر الميليشيا، وهناك قيادات كما تحدثت أسامة، وهناك يعني طائرات التحالف موجودة وتواكب الجيش الوطني والمقاومة في هذه المناطق. أنا أشكرك وأشكر انضمامك معنا أسامة فراج مراسل يمن شباب من صعدة، شكرا جزيلا لك. إذا سيد عادل، ربما بحسب مراسلنا يعني المعارك مستمرة وفي ذروتها الآن، وربما كما تحدث هناك يعني ربما استعدادات لها من قبل الجيش والمقاومة، تم تدريبهم وأيضا إمدادهم بالمال والسلاح والعتاد، هل هذه ربما أشياء مبشرة أنه ربما تستمر هذه المعركة وتحقق أهدافها؟ نحن لا نمتلك أي خيار سوى أن نتفائل. نعم. سوى أن نتفائل، لأننا أصحاب قضية، وبالتالي نحن نأمل أن يستمر التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية في دعم الجيش الوطني الشرعي. الجيش الوطني الشرعي اليوم بحاجة إلى 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 دعم عسكري قبل أن يكون دعم سياسي. نحن لدينا دعم سياسي دولي للحكومة الشرعية اليمنية ومعترفة من دول العالم حتى اللحظة، وهذا انتصار بحد ذاته للحكومة الشرعية وللتحالف العربي. ولكن إذا وجدت النية الصادقة، وجدت يعني وجدت الرغبة الحقيقية في دعم الجيش الوطني الشرعي، فسيكون الانتصار قادم، لأن هذه الميليشيات هي ميليشيات لا تحمل أي مشروع سوى مشروع الخراب والدمار. اليوم لا نريد أن يكون هناك يعني نريد أن يكون هناك جيش وطني شرعي يضم كل يعني كل أبناء اليمن، نريد أن يكون هناك جيش وطني موحد، لا نريد أن يكون هناك دعم ميليشيات. يعني يفتح لي جبهة داخل الحديدة ويقول لي هذا المقاومة الجنوبية التابعة للحراك الجنوبي، يفتح لي جبهة في أخرى يقول لها اشتدي طارق جبهة، اشتدي لهذا الإصلاحين جبهة، اشتدي لعلي محسن جبهة، نريد جبهة موحدة. هذه نقطة مهمة جدا سيد عادل، سوف أطرحها لك في الجزء الثاني. ربما تقاطع الأهداف الآن ما بين المملكة العربية السعودية والإمارات، نلاحظ هل يعني تم تقسيم اليمن إلى منطقتين وكل يلعب يعني دور معين، هذه نقطة مهمة جدا. وأيضا أيضا ربما أيضا نتساءل من الناحية السياسية، الآن يجرى الإعداد لربما الحديث عن مفاوضات جديدة في ظل مبعوث أممي جديد، هل هذا كله ربما يؤثر على سير العمليات
العمليات العسكرية في أكثر من جبهة. سأسمع تعليقك وردك على هذه الأسئلة، ولكن مشاهدينا الكرام بعد هذا الفاصل القصير فابقوا معنا. نرحب بكم مجددا مشاهدينا الكرام ومستمرين معكم في حديثنا المسائي. في هذه الحلقة نتحدث عن العملية العسكرية التي تم إطلاقها بالأمس لتحرير مضرية رازح بمعية السيد عادل دشيلة الكاتب والباحث معي هنا في الاستوديو. والآن دعني أيضا نرحب معنا عبر الهاتف مباشرة من الرياض بالسيد دحام العنزي المحلل السياسي السعودي المعروف. نرحب بك سيد دحام. اهلا وسهلا، حياكم الله. مساء الخير سيدي. اذا نحن نتحدث اليوم عن هذه العمليه العسكريه التي تم اطلاقها بالامس، يعني ربما هذه المنطقه يعني مديريه رازح هي ملاصقه طبعا للمملكه العربيه السعوديه. بدايه يعني كيف تنظر الى هذه المعركه وهذه العمليه التي تم اطلاقها، ما اهدافها، وبالنسبه ايضا كيف تقرا بتوقيت ايضا اطلاق هذه العمليه؟ الحقيقه اعتقد انه السؤال موجه لي. عفوا سؤال موجه لي. نعم موجه لك سيد دحام. معلش تعيدي مره ثانيه. عفوا. نعم انا نتحدث اليوم عن اطلاق العمليه العسكريه في مضرية رازح، نتحدث عن اهميه هذه العمليه وايضا ربما توقيت اطلاقها. الحقيقه انا اعتقد ان المشهد اليمني حاليا يعني يمر بمرحله يعني معقده جدا، ويجب ان تكون كل الاطراف يعني على علم وعلى حذر مما يعني يقع حاليا على المشهد والساحه. اعتقد انه الدول الكبرى الان في طور انهاء الازمه اليمنيه، حتى لو كنا نرى تطورات عسكريه على الميدان، اعتقد انه في المحصله النهائيه المشهد اليمني يقترب من يعني انهاء التمرد الحوثي ودعم الشرعيه، واعتقد انه مصالح الدول الكبرى حاليا في انهاء الصراع اليمني بمعنى. طب يعني دعني اتوقف عند كلامك سيد دحام، يعني كيف سيتم انهاء هذا؟ يعني هل عن طريق ربما مباحثات السلام الان والمفاوضات واطلاقها من جديد، ام عن طريق يعني ربما الان اكثر من جبهه مشتعله واخرها تم يعني فتح جبهه اخرى في مديريه رازح في صعده؟ أنا أقصد يا أختي الكريمة أن لا ننظر إلى الأحداث التي تقع في الميدان بمعزل عن ما يحدث حاليا من التفاهمات الدولية حول الملف اليمني المقرون طبعا بالدعم الإيراني والملف السوري أيضا. يعني كباحث سياسي وكمحلل سياسي أعتقد أن ما يجري في الميدان الآن هو يعني محاولة إظهار أو ضغط بكل الجهات من أجل أن يعني اكتساب جزء من الكعكة القادمة اللي نحن نطلق عليها كعكة السلام التي متوقعة في رمضان القادم. ما ترينه في الميدان الآن حاليا كل جهة تحاول أن تكسب يعني أرض جديدة، تكسب قوة جديدة من أجل عندما يعني. طيب هل أفهم من كلامك سيد دحام أنه ربما هناك ضغوطات على المملكة العربية السعودية لإنهاء الحرب في اليمن، يعني الحرب تدخل عامها الرابع ومن دون أي حسب؟ سادتي لا يمكن لأحد أن يضغط على المملكة العربية السعودية، لا يمكن أن يضغط أحد على المملكة العربية السعودية كونها أتت أصلا بطلب من الحكومة اليمنية الشرعية جيد ومدعومة من تحالف عربي من أكثر من دولة عربية وبمباركة الأمم المتحدة، لذلك ليس هناك ضغوطات ولكن هناك رغبة دولية في إنهاء الصراع في هذه المنطقة تحديدا. وأنا أعتقد أنه في يعني قرب حلول رمضان القادم سوف يكون الصراع اليمني جزءا من الماضي. يعني نسمع منك تصريحات، نعم هذه تصريحات جديدة ربما. دعيني أكمل فكرتي يا أختي الكريمة. الآن حكاية يعني وجود دولتين في اليمن، دولة جنوبية ودولة شمالية يقودها زعيمين بتوافق وبتراضي، هو حاليا ما يعني يدور التنسيق حوله جيد، لكن المملكة العربية السعودية تضع مصلحة اليمن والشعب اليمني في ضبط عينيها، وليست مثل ضغوطات خارجية بينهم، ولكن إيمانا من المملكة العربية السعودية بأهمية السلام اليمنيين، ولأنه سوف نعيد إعمار اليمن جيد. إذا ما الداعي أن يكون هناك توترات أو تدمير يعني أكثر مما يحدث حاليا؟ عبد الملك الحوثي الآن يمارس عليه ضغوطات من الجانب الإيراني بإنهاء التحركات التي على الميدان،
بهذا ظهرت قوة في الجنوب جيد موازية أيضا للحوثي ضد الشرعية جيد. المملكة العربية السعودية وحلفائها يريدون أن يكون هناك تفاهم يمني يمني، يعني دعينا ننظر إلى الصورة الأكبر، اليمن الجنوبي واليمن الشمالي أو دولة يمنية موحدة ولكن فيدرالية أو كونفدرالية كما يريدها اليمنيون. يا سيدي نحن استعنا بالمملكة العربية السعودية حتى يتم إنهاء هذا الانقلاب، يعني لو كان هناك تفاهمات كنا نتفاهم من البداية. ولكن دعني أشرك، طيب دعني أشرك السيد عادل معنا في الحوار، كيف تنظر ربما إلى هذا الحديث الآن أنه يجري الآن لتفاهمات جديدة ربما يتم إطلاقها في شهر رمضان المبارك، يعني كما تحدث السيد دحام عن إذن؟ طبعا لا ننسى ان عندما يقول انه ليس هناك ضغوط على السعوديه هناك ضغوط دوليه، وراينا المرشح الامريكي الذي في الكونغرس ساندر او وبعض الاعضاء في الحزب الجمهوري والديمقراطي يقول لابد من انهاء الحرب في اليمن، هذا من حيث المبدا. ونحن نعرف ان امريكا هي الحليف الاستراتيجي يعني للسعوديه وحليف تقليدي. اليوم الشعب اليمني يعني إذا كان هناك صحيح أن هناك سيكون يعني تفاهمات وهناك مبعوث دولي جديد إلى اليمن وهو الجنسية البريطاني، وبريطانيا تفهم المنطقة أكثر من أي دولة أخرى، يعني عندما نتحدث الآن يعني يقول هناك تفاهمات أو كذا، ماذا قال المبعوث الدولي قبل أيام في آخر يعني إحاطة له لمجلس الأمن الدولي؟ قال إن من يرفض السلام هو جماعة الحوثي، وأنها كانت ترفض الملحق الأمني وترفض كل شيء. هي من تعرقل جهود السلام والمفاوضات بالنتيجة يعني. كيف؟ هي اللي ترفض وتعرقل أي عمليات مفاوضات ولا تلتزم بأي ربما عهود أو أي نقاط يتم التفاهم. نعم هي لا تلتزم بأي جماعة الحوثي هي جماعة إرهابية ميليشاوية وجماعة طائفية ولا تلتزم ولن تلتزم ولن يخضع. يعني تحدث السيد دحام بنقطة أنه الآن حتى ربما من قبل طهران الآن تمارس ربما ضغوطات على الحوثي لتفاهمات كما تحدث السيد دحام. في ضغوطات على جماعة الحوثي لا أحد منذ بداية عاصفة الحزم، لكن جماعة الحوثي لن تخضع للسلام ولن تخضع للحوار ولن تخضع إلا للغة القوة. لغة القوة جماعة الحوثي وأن خضعت يعني لتفاهمات قد ربما أنها تقدم تنازلات سياسية ولكنها لن تتخلى عن سلاحها العسكري المتواجد، لأن الميليشيات من أيديولوجيتها هو أن يظل السلاح بيدها. تريد جماعة الحوثي أن يكون هناك دولة داخل دولة، تريد جماعة الحوثي أن يكون نسخة من حزب الله داخل جبال صعدة. وبالتالي على الأشقاء في السعودية الآن الوقوف مع الشعب اليمني صفا واحدا، نحن العمق الاستراتيجي للأشقاء في دولة المملكة العربية السعودية، ليس من صالحهم أن يقول أن يكون هناك تفاهمات بين يمن شمالي وجنوبي. صحيح. كما يقول أنور عشق اليوم يقول أنه على أبناء الجنوب ألا يتسرعوا وأنهم سيكونوا جزء في التحالف في مجلس الخليج وسيكون لهم استقلال ولكن لا يتسرعوا الأمر. نحن إذا كان لا نريد أن يسجل التاريخ بأن الأشقاء في المملكة العربية السعودية، نحن لا نعول على أحد بعد الله سواء على أشقائنا في المملكة العربية السعودية، لا نريد أن يسجل بأن هؤلاء جاءوا وجزأوا اليمن، لا نريد أن يتحول اليمن إلى ميليشيات يعني ما إلى 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 ميليشيات تسعى لأهداف خاصة وأهداف. ربما يعني تحدث السيد دحام ربما السيد عادل أنه يهمها أيضا مصلحة الشعب اليمني وهي تدخلت أيضا ربما لإنقاذ الشعب اليمني. سيد دحام لن تجبني على سؤالي في البداية عن هذه العملية العسكرية، يعني هل أنت تقلل ربما من أهميتها؟ يعني هناك ما يتحدث أنه المملكة تهدف لإنشاء منطقة عازلة في مديرية رازح. ليس أنا لم أتحدث عن أهمية أو عدم أهمية. أنا أتحدث عن الإطار الأكبر أختي الكريمة. نعم. ولكن قبل أن أجيب على سؤالك هذا أريد تعقيبا على أخي الكريم الذي تستضيفينه الآن الذي تحدث عن أطروحة الدكتور أنور عشقي. جيد. الدكتور أنور عشقي أولا لم يدعو إلى 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 دولتين مستقلتين في اليمن، ولكنه قال بأن هذه رغبات الشعب اليمني جيد سواء في الجنوب أو في الشمال. جيد. هذا أولا. ثانيا الدكتور أنور عشقي ودحام العنزي لا يمثلون وجهة النظر الرسمية للمملكة العربية السعودية. صحيح. وجهة يعني النظر الرسمية أراء شخصية لا تمثل صحيح لا تمثل فقط يعني أكمل. نعم. الدكتور أنور عشقي كانت فكرته وجود يعني رئاستين في الشمال وفي الجنوب تحت يعني تحت كونفدرالية أو فدرالية كما يراها الشعب اليمني، ولكن يعني تعقيبا على كلام أخي الكريم المملكة العربية السعودية ملتزمة 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 وكررها ثلاث مرات ملتزمة بمساعدة الإنسان اليمني جيد وبإعادة إعمار اليمن، وملتزمة أيضا بقمع حركة التمرد الحوثية، وملتزمة بقطع اليد الإيرانية في اليمن جيد، وهكذا كل العرب يعني أو خلنا نقول القيادات الفاعلة في المشهد العربي كلها تريد إنهاء التمرد في اليمن
تريد وهنا نحن نتساءل سيد دحام، يعني كيف سيتم مساعدة الشعب اليمني وإنهاء التمرد والآن تفتح أكثر من جبهة؟ نحن اليوم يعني نتحدث عن ربما هذه المعارك والجبهات المفتوحة في أكثر من جبهة وعدم حسمها، فبالتالي كيف سيتم خدمة أيضا هناك دور على الإخوة اليمنيين، هناك دور على الإخوة اليمنيين متواجدون في الميدان سيد دحام، متواجد المقاومة ومتواجد الجيش الوطني، وربما كثير من الجبهة تشكو عدم إمدادها بالسلاح. ودعني هنا فقط أتوقف معك، يعني هناك أيضا ربما جبهة صنعاء، هناك حسابات معينة لا يتم كريمة. المملكة العربية السعودية تقود تحالف كامل عسكري وتخسر من أبنائها ومن ثلبات أكبادها من أجل المشهد اليمني، ونحن نقدر وتحارب والشعب اليمني يقدر ذلك سيد دحام. ولكن يا أختي الكريمة، الهدف أن يتحرك أيضا الإخوة اليمنيون ويكونوا واضحين مع بعضهم البعض، ونحن نتحدث هنا عن يعني من ليس بصف الحوثي، هناك ناس في الوسط ليسوا إلى الشرعية وليسوا إلى الحوثي، وهذه هي المشكلة الرئيسية. هذا أولا. ثانيا يجب أيضا أن يفهم الكل أن المملكة العربية السعودية هي ليست دولة تفرض على اليمنيين ماذا يجب أن يفعل، ولكنها دولة تحاول تنفيذ يعني أو مساعدة اليمنيين فيما يريدونه. أما مسألة الالتزام بنصرة الشعب اليمني، المملكة العربية السعودية ملتزمة بنصرة الشعب اليمني وملتزمة بحرب الحوثي وملتزمة بتدمير قوة عبد الملك الحوثي. ربما تعني في نقطة أن الشعب اليمني ربما منقسم أو كذا، يعني هناك أيضا جزء يعني دولة موجودة من ضمن التحالف وهي الإمارات، الآن هي تدعم الآن ميليشيات سيد دحام، وهي التي ربما هي التي خرجت من نطاق أهداف عاصفة الحزم وتدعم ميليشيات الآن هي متواجدة، فبالتالي يعني أيضا لابد من مراجعة دولة زي الإمارات ربما لأهداف تدخلها في اليمن، بالنتيجة ليس فقط على الشعب اليمني ربما والقيادة، وكما تحدثت يعني عموما طبعا مقدر دولة المملكة العربية السعودية سيد دحام، ونحن نقدر هذا التدخل وربما وجودكم إلى جانبنا. أنا أشكرك وأشكر تواجدك معي سيد المحلل السياسي دحام العليزي، حدثني عبر الهاتف من الرياض، شكرا جزيلا لك. طيب دعنا الآن ربما أيضا سيد عادل يعني من القيادات الميدانية الآن في الميدان العقيد حمود بن هشام أركان حرب اللواء السابع حرس حدود، نرحب بك سيدة العقيد. حياكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ونشكر قناة الشباب على متابعة لنا في الجبهات وفي ميادين الشرف. شكرا شكرا لكم، وتحية طبعا من يمن شباب لجميع يعني أفراد الجيش الوطني والمقاومة المتواجدون الآن في الميادين المختلفة. سيدة العقيد، نحن نتحدث اليوم عن هذه المعركة وهذه العملية التي تم إطلاقها بالأمس، الآن يعني لو تحدثنا أكثر تفاصيل عن هذه الخطة العسكرية. لدينا خطة عسكرية تمشي بخطة ثابتة وأبعاد ولها أبعاد، وإن شاء الله نحن الآن نخوض معارك في هذه اللحظات، نخوض معركة في نهاية جبل المجهود المتقدمين إلى مركز مديرية رازع إن شاء الله، ولكن على مراحل وأمورنا طيبة، كذلك الدعم اللي يجي من دول التحالف وعلى يعني دعم مستمر ودعم جيد، ونشكر الأخوة في المملكة العربية السعودية وكل دول التحالف. نعم، ربما دعني هنا سيدة العقيد أسألك، يعني منذ أسابيع يعني أعلنتم أنتم ربما في القيادة عن فتح معركة رازح، واليوم تعلنون أيضا مجددا أو بالأمس عن انطلاق هذه المعركة لتحرير هذه المديرية، يعني ما الذي تغير؟ هل يعني ربما الاستعدادات أصبحت يعني مستوفاة لربما تحرير المديرية بالكامل والانطلاق نحو محافظة صعدة في العمق؟ نعم، هناك لدينا استعدادات، كنا مستعدين للانطلاق الى مديرية رازح ثم لتحرير محافظة صعدة بشكل كامل. نعم، جميل. طيب بالنسبة الآن ربما تحدث معنا قبل يعني في بداية البرنامج مراسلنا أسامة فراج، ربما تحدث أنه الآن هدف الجيش والمقاومة هناك تطويق ربما ومحاصرة الميليشيا، هل الآن يعني تم قطع خطوط إمداد معينة؟ لو تحدثنا أكثر عن تفاصيل ما تم إحرازه من أمس إلى اليوم. تقدمنا على أرض الواقع، تقدمنا عدة مناطق من جبل الزهور، عدة قرى تدخلنا في العمق اليمني أكثر من 10 من 8 إلى 10 كيلو،
هناك سيطرة نارية على معظم طرق الإمداد للحوثيين سواء الطريق الدولي واضح منبه نحن الآن مسيطرين عليها مسيطرين سيطرة النيران. نعم يعني هل هناك ربما منافذ جديدة تم يعني السيطرة عليها من قبل جيش والمقاومة بحيث أنه يتم تطويق الحوثيين؟ يعني هناك منافذ زي علب ربما وباقم والخضراء والبقعة هذه كلها تحت سيطرة الجيش الوطني والمقاومة، هل هناك منافذ أخرى ربما تسمح للميليشيا بالتحرك وإدخال يعني ربما أسلحة أو حتى يعني تطويق ربما الجيش الوطني؟ بالنسبه للمنافذ الخاصه على الحدود المملكه العربيه السعوديه المنافذ البريه لا يوجد اي منفذ لادخال السلاح الى القاعده، نحن مسيطرين سيطره تامه على الحدود. نعم، إذا أنا أشكرك شكرا جزيلا لتواجدك معنا سيدة العقيد حمود بن هاشم أركان حرب اللواء السابع حرس حدود، شكرا جزيلا لك، حدثنا من أرض الميدان من رازح، شكرا جزيلا لك. إذا سيد عادل لو عدنا لك الآن، ربما يعني القيادات الميدانية تتحدث أن هناك ربما يعني معارك مستمرة وهناك خطة وأهداف عسكرية، يعني هل نتفائل الآن أنه سوف يتم ربما يعني إطلاق حملة واضحة مجهزة لتقدم نحو تحرير محافظة صعدة؟ ربما تحدث السيد دحام أنه ربما يقلل من هذه العمليات العسكرية في أكثر من جبهة ويرجح أنه هناك ستكون إطلاق مفاوضات بالقريب العاجل وتنهي الأزمة اليمنية. أولا وضح فكرة رد أريد أن أرد على الأخ دحام، طبعا الساكت عن الحق راضي، يعني الآن السعودية تسكت عن دور الإمارات العربية المتحدة وتقوم الإمارات بتدريب ميليشيات مسلحة خارج إدارة الدولة اليمنية، إذا جزء من التحالف العربي يسعى إلى تفكيك اليمن لمصالحها الاستراتيجية، ولكن على الأشقاء في المملكة العربية السعودية أن يفهموا جيدا أنه إذا تقسم اليمن إلى دويلات متناحرة فسيكون هناك أكثر من 4 دويلات داخل السعودية، كما قالت النيويورك تايمز في عام 2013 سيكون هناك دولة شيعية في شرق السعودية وسيكون في الدمام وسيكون هناك أيضا دولة داخل بلاد حسن الأدارسة فيما في حدود اليمن الجنوبي، وسيكون هناك دولة للسلفيين ودولة ستقسم المملكة العربية السعودية إلى دويلات على أسس طائفية وعرقية وقبلية، وعليهم أن يفهموا ذلك جيدا. أما بالنسبة نحن لا نمتلك أي خيار سوى أن نتفائل، الشعب اليمني الآن هو صاحب قضية وصاحب حق وصاحب دولة وصاحب الآن لدينا قضية، لدينا ميليشيات مسلحة اغتصبت السلطة بالقوة، وبالتالي نتفائل نحن ولا نملك اي خيار سواء نتفائل وان نطلب من اشقائنا يعني مساندتنا في الوقت الراهن. طبعا قد ربما ان يكون هناك يعني يريد التحالف العربي ان يحسم معركه عسكريا من اجل انجاز يعني تقدم عسكري على الارض كي يضغطوا على جماعه الحوثي وان تقبل بالحل السياسي في المستقبل. نعم، اذا انا اشكرك شكرا جزيلا الكاتب والباحث السيد عادل تشيلة، شكرا جزيلا لتواجدك معنا، ونشكر كل من انضم الينا في حلقه ليله، السيد دحام العنزي المحلل السياسي السعودي وكذلك مراسلنا من صعدة أسامة فراج وكذلك سيدة العقيد حمود هشام أركان حرب اللواء السابع حرس حدود. إذن بهذا نصل إلى ختام هذه الحلقة من حديث المساء.